احنا محتاجين فعلا في المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطره عليها في المنطقه، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. انا بكلمك النهارده فخامه رئيس الوزراء وبقول ان في تقريبا 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل، وبالتالي مهم جدا جهودنا اللي بتبذل النهارده لاحتواء هذا الامر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم اسجل هنا واقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامه الرئيس بايدن ومنكم في اقناع اسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا ان نقوم باصلاحه نتيجه القصف اللي تم فيه خلال الايام الماضيه، ويدخل المساعدات الى القطاع. وهنا باكد مهم قوي ان تفضل سيل تدفق المساعدات يصل الى القطاع من مياه ومن مواد طبيه ومواد انسانيه اخرى، حتى لا يكون هذا الامر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقه في حرب على مستوى الاقليم بالكامل يكون تاثيرها مدمر على المنطقه وعلى السلام في المنطقه. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الازمه دي هو احياء عمليه السلام مره اخرى، واعطاء امل الفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمه القدس الشرقيه. وهنا خلينا نسجل برضو بتقدير تفهمكم لاهميه عدم السماح بنزوح المدنيين من غزه الى سيناء. هذا امر شديد الخطوره وقد ينهي القضيه الفلسطينيه تماما، وده امر احنا حريصين على ان هو ما يحصلش. مره تانية فخامه رئيس الوزراء برحب بك، اهلا وسهلا، وسعيد بكل الجهود اللي بتبذلها. بريطانيا دوله عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التاثير مش بس في المنطقه، في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much and the honor to meet you. Thank you very much. Mr. President, thank you for your kind and warm words and also for the time that we will spend together today. At an important time like this, it's right that partners and friends like us can talk together about the situation. Can I also first commend you for what you have done on the Rafah crossing? As you know, it's something you and I discussed when we spoke a while ago, and we believe very strongly in providing extra humanitarian aid into Gaza, and we look forward to playing an important role together with Egypt in making sure that that aid can get to people as quickly as possible. You deserve enormous praise for your role in making this possible. I also want to share with you my thoughts that what Hamas did, and I know you agree, was an appalling act of terrorism. And we now mourn the loss of every innocent life that has been lost, people of every faith, of every nationality. Palestinians are victims of Hamas too. Absolutely. And that is why what we are doing on the aid side together is so important. And I also share with you a vision for the Palestinian people where they can live with security and opportunity and dignity. And I know that these are all the topics you and I will have an opportunity to discuss now. And I'm grateful for our partnership at this difficult time. Thank you very much.